السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سامع. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ خطة حل المسألة. إحنا كثير حلينا مسائل حتى لما نعمل أي درس بتكون في مسألة وبنحلها. يعني خطة حل المسألة معروفة عندنا، معروف متى بدي أجمع، متى بدي أضرب، متى بدي أطرح، متى بدي أقسم، حسب اللي المسألة في بإيدها والمعطيات اللي بعطيني إياها. اليوم بس بدي أعطيكم مسألتين من هاي المسائل، وبعدين إحنا إن شاء الله حلقة اختبار الوحدة. خليك معي شوي صغيرة، هنفتح مع بعض الصفحة الموجودة عندي، صفحة 68، 68، آسف لا 69، آسف 69، 69. الآن نفتح مع بعض 69، حلقة مسألة من هاي المسائل بكفي وحدة أو ثنتين، وحناخذ حوالي ثنتين عادي مش مشكلة. السؤال بدنا ناخذ الثانية وناخذ الثالثة لأنه فيها شوية هاي مدخل لمعادلاتنا بعدين اللي بدنا ناخذها اللي أنتم أخذتوها بالسادس. واضح؟ الآن مس بقول يزيد عمر سماح عن عمر أختها سهى 4 سنوات. أبعتبر سهى سين، سهى سين، سماح يعني سماح تزيد عن اختها، تزيد يعني سماح سين زائد 4، سماح سين زائد 4. طبعا انا لمست هون السين استبدلتها بالاكس، صح ولا لا؟ السين هون استبدلتها بالاكس، واضح ولا لا؟ فانا لسه عندي، اعيد مره ثانيه، عندي يزيد عمر سماح عن عمر اختها سهى 4 سنوات. اذا كان مجموع عمريهما 20 سنة، معناته انا شوفي هاي كانها تعمل لي كانها معادلات، تاخذ معادلات صف السادس لما كنا نجمع نقول مجموع نحو الجمع يساوي الناتج اللي هو 20. حقول له اول شيء الاكس تبع 2 سهى زائد الاكس زائد 4. لمين هاي الاكس زائد 4؟ لمين؟ لسماح. تساوي 20، تساوي 20. هاي مسألة اللي عندي، هاي مسألة اللي عندي. الآن أنا كنت طبعاً أنا ما في إشي هون عندي، ما أعطاني قواس بقول لي أنا بدي أجمع هاي، حتى لو شو ما كان ما بتنجمع، ما بتنجمع، صح؟ هاي إكس وإكس زي بعض، خليك معي، خلينا نعمل مع بعض. هاي وهاي متشابهة، بس بقول له هاي واحد زي ما حكينا، وهاي واحد دائما اكس اكس يعني اكس واحد، اثنان اكس، هاي اثنان اكس، صح ولا لا؟ زائد 4 تساوي 20. انا جمعت الاكسات بس، هاي اول خطوه، جمعت الاكس اللي فوق والاكس اللي جنب بعض مع بعض اللي هي متشابهات. ما احنا قلنا دائما عشان تقصير للمختار الجبري اللي عندي هون، خطة المختار الجبري كلمة مساواة أخذتها بالصف السادس معناها معادلة، معنى كلمة الطرف الأول يساوي الطرف الثاني معناته في عندي معادلة، مش هيك حكينا؟ هاي مدخل للمعادلات إن شاء الله اللي حتاخدوها بالوحدة الجاية بإذن الله، هو أعطاك إياها كمسألة. نيجي يا مسلم، انا بقول له ان انا 2 اكس بدي اياها لحالها، بدي اياها لحالها. شو بقول لي يا مس؟ بقول له 20 مسكينه لحالها قاعده هون، اطلع برا، اطلع برا، ليش اياك هون؟ انا ما بدي اياك هون، بدي اياك تروح عند الاعداد، جمع الاعداد مع بعض والاكسات اذا في اكسات في تغيرات مع بعض. الان انا بقول له الاربعه بدي تروح عند ال 20 اللي هي العدد العدد، لكن الأربعة موجبة لما تنتقل من طرف إلى طرف أخذناها بالسادس، لما أنقل الأربعة من طرف إلى آخر شو بعمل يا جسم؟ بتتغير الإشارة. لما ينتقل العدد من طرف إلى آخر بنغير الإشارة، معناته أنا نقلت الأربعة من طرف اللي عند الإكس وديته لعند العدد، قلت له خلي الأعداد لوحدها والمتغيرات لوحدها، الثوابت لوحدها والمتغيرات لوحدها. الآن أنا عندي موجب 4، قلت لها انتقلي من طرفك الأول روحي للطرف
في شغله بدنا نعملها، مش معقول يعني انقل على كافي واعمل على كافي، اللي هي الثمن اللي بدها تعمل الاربعه عند نقلها من طرف الى اخر، انها شركه تغيرت موجب اصبحت سالب. اي اول شيء. ثاني شيء بكمل السالب، بس انا ما كملت. ثاني شيء بقول له بدي اجمع لسه، انا بعد خطوه انا ماشي معاكي خطوه، انا كاني بشرح لك الان معادلات كانت في الصف السادس، صح ولا لا؟ اللي هي بدي اجمع، انا دائما اذا كان عدد جمعها مع عدد، مش هاي تبسيط، كنا ناخذ التبسيط، ليش اعطاك التبسيط بالاول؟ عشان هذا الحكي، عشان المعادلات اللي بدك تاخذها هاي. شايفين احنا المعادلات سهله كثير وحلوه كمان. الان بدي اذا كشفنا الاكسين جمعناهم صار 2 اكس، جيت مس الاربعه نقلتها الى الطرف تبع اللي عنده اعداد، موجب اصبحت سالبه. الان موجب سالب اشاره الاكبر ونطرح اللي هي 16، اللي هي 16، اللي هي 16. طيب عشان قاعدين 16. الان ايش بدي اعمل؟ بس كنا لحد الان بقول الاكس انا بدي اضلني لحالي، الاكس انا بدي اضلني لحالي، لسه كمان عندي 2، يعني انا شلت الاربعه لكن ضل عندي 2. بقول له اذا كان بتتذكر لما كنا نقول اذا كان في ضرب نعمل قسمه، واذا كان في جمع نعمل طرح، صح مش هيك حكينا؟ معناته هاي ضرب حنقسم على 2 زي ما قسمنا الطرف الاول، لازم في الايش في الرياضيات زي ما قسمت الطرف الاول لازم اقسم الطرف الثاني، زي ما قسمت الطرف الاول لازم اقسم الطرف الثاني. بحكي له نعم انا قسمت الطرف الاول بقسم الطرف الثاني، الان 2 رح تروح مع 2 والاكس بتضلها لحالها تساوي 16 على 2 بتقولي لي هي 8. 8 ايش 8؟ الاكس 8 يعني عمر، العمر سهى. مين هو الاكس يا مس؟ مين هو الاكس؟ عمر سهى. الاكس عمر سهى. الاكس عمر سهى، بيكون نسيب اللي هي اكس، صح؟ طيب طيب عمر سماح، عمر سماح قديش؟ اللي هي الاكس اللي هي 8 زائد 4 اللي هي 12. عمر سماح، عمر سماح ال 8 زائد 2 يا مس زائد 4 اللي هي يا مس ايش؟ 12. طيب طيب تحقق يا مس، نتحقق. هاي رح تتحقق، قلنا مجموع، مجموع اللي هي سماح اللي هي 8 زائد مجموع عمر سماح اسف سهى زائد مجموع عمر سماح بتساوي 20. هل بتساوي 20؟ نعم، اجابتي صحيحه، تحقق من المعادله. نعم الطرف هذا 20 اللي هو يساوي الطرف الثاني 20. تحققت من معادلتي ولا ما تحققت؟ هاي انا عندي تنسيق. طيب خليني كمان اخذ مساله، ليش انا قلت لك ما بدي اخذ الا مسالتين؟ انا بدي اخذ الاشياء اللي انا بدي اياها وفعلا ماشي الحال. خليك معي شويه يا مس، بدي ابدا اعطيك مساله اخرى واخذ المساله اللي فيها محيط نفس الحكي، عشان انا بدي ابدا لكم المعادلات فيها محيط. السؤال رقم ثلاث بقول لي سؤال رقم ثلاث بقرا، انت طبعا الكتاب معك واحنا بنقرا وانت الكتاب معك. قطعه ارض وسطيات الشكل طولها مثلي عرضها، طولها مثلي عرضها، طول مثلي العرض، لو العرض حطيته اكس، الطول 2 اكس، مثلي العرض اكس، الطول 2 اكس، العرض اكس، الطول 2 اكس، واضح؟ نفس تقريبا نفس الحكي اللي حكيناه. نعم اذا كان، بقول لي اذا كان اللي هو
قطعة أرض مستطيلة الشكل، طولها متلين، عرضها إذا كان محيطها المحيط، إيش نعمل؟ المحيط، اسمعي شوي اسمه المحيط. المحيط المستطيل، أول شيء بدي أكتبه كتابة، المحيط المستطيل، إيش بيساوي؟ إيش بيساوي بس؟ عشان أكتب صح، أكتبه كتابة، المحيط المستطيل يساوي الطول زائد العرض، وأضربهم في إيش يا مستر هذول كلهم؟ ضربوا في ايش يا مستر هذول كلهم؟ في اثنين. هذا قانوني، قانوني معناته يا مستر انا عندي الطول، خليني اخذ لون ثاني واقول لك انا بدي الطول، الطول قديش يا مستر؟ 2 اكس زائد العرض اكس، كل هذول يا مستر مضروبين في اثنين، كل هذول يا مس مضروبين في اثنين يساوي. اعطاني محيط ولا ما اعطاني؟ اعطاني المحيط، المحيط قال لي يا مس، المحيط قال لي هو ايش؟ اللي هو لا اسف 210، المحيط قال لي 210. تعالي معي، اول شيء اتعلمته في المقادير الجبريه اني الخارج اوزعه على الجمع او الطرح، اللي هو الضرب يوزع على الجمع والطرح. 2 في 2 4 اكس، 2 في 1 2 اكس، صح؟ 2 في 2 4 اكس، 2 في 1 2 اكس تساوي 210. بعد هيك تعلمت كمان اني اجمع الاكسات اللي زي بعض، مش هيك؟ هذا كله تطبيق على الاشياء اللي اخذتها انا. في نفس الوقت في معادله اللي هي مساواه. نيجي هون 2 زائد 2 4 4 زائد 2 6 اكس، جمعت تساوي 210. طيب قلت لك يا مس، قلت لك انه انا بدي الاكس لحالها، بدي اقسم على 6، بدي اقسم على 6، بدي اقسم على 6، بدي اقسم على 6، بصير عندي هون 6 حتروح مع 6 و 210 حقسمها بالشكل هذا على 6، فيها 3 ضرب 18 تعطيني 3، تعطيني هون 5. كنا بنعرف نقسم ولا ما بنعرف نقسم يا سابع؟ بنعرف نقسم، صارت 35. الاكس تساوي 35 اللي هو 35. مين الاكس يا مس؟ مين الاكس اللي هي هون؟ ليش الاكس هو هي العرض، صح يا مس؟ اللي هو هذا العرض، الاكس هو العرض. تعالي معي اشوف الطول، هون حكينا متر طبعا، متر صح؟ اللي هو متر. طيب تعالي نشوف الطول، الطول الطول شو بيساوي؟ يلا شوف الطول، الطول الطول هو 2 اكس، هاي الطول 2 في 35، 5 في 2 في 5 10 بيد 1، 2 في 3 6 1 7 70 متر، هذا هو الطول، هذا هو الطول. طيب تأكد يا مس، تعال تأكد يا مس، تعال تحقق يا مس، تعال تحقق هون، ناخذ التحقق، احنا نعمل تحقق، نعمل تحقق، التحقق يا مس من هاي المسألة طبعا. المسألة إلها، شايفينها؟ نيجي بس أنا عندي قلنا الطول زائد العرض يساوي المحيط، الطول الطول اللي هو قديش الطول؟ 70 زائد العرض 35 يساوي 5
مئة خمسة. يقولي لي يا مس ايه يا مس ما طلعتش. طيب شو القانون يا مس اللي عندي انا؟ بعد ما اشبع طول زائد العب شو اعمل مس؟ اضرب في مين؟ اه يا مس المئة وخمسة هضربها في ايش يا مس؟ في اثنان، لانه اثنان في الطول زائد العب. صح ولا لا؟ اثنان في خمسة عشرة، باليد واحد، اثنين في صفر صفر واحد، اثنين في اثنين واحد اثنان. بالضبط يا مس، هاي تحققت بنتي. اجابتي اجابتي صحيحة، انه الطول طلع عندي 70 والعرض طلع عندي 35. انا هيك مس عشان هيك قلت لك ما بدي اخذ الا مسألتين، انتم شايفين المسائل كيف؟ إيه عشان بس اهم شيء انك انت ان شاء الله فهمت كيف تبدا تقرا مساله، تبدا تعمل ايش بده منك، كانك بدك اول شيء تعمل مقدار جبري، ثاني شيء بدك تعمل مساواه اذا في مساواه، بدك تعمل معادله، ثاني شيء بعدين تستخدم يا مس اللي هي تبسيط المقادير الجبريه، بدك تخلي المتغير لحاله اذا عدد جنبه بدك تطلعه الى طرف اخر وتغير اشارته، اذا كان جنبه مباشر مضروب فيه بدك تقسم عليه عشان تخلص من اللي عنده عشان يضل لحاله. وعرفنا كيف بدي اتحقق عن الطول زائد العرض في اثنين، بعد الطول زائد العرض في اثنين، هل طلع معي المحيط؟ نعم طلع معي المحيط الاحراني اياه. هيك بس انا خلصت هاي، ان شاء الله بدي ابدا مع بعض باختبار الوحدة إن شاء الله الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.